يا ملح يا دلوع يا قبالين يا خيزرانة دب 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 يا عنب. يا أخي من هالموضوع خلاص قفل قفل التندة ورب الإيمان أمان. شوف 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 يا أبو داود الرب الكعبة راحة يا الله يسامحكم والله كنتوا ظالمين. شوف خلاص سكر كل شيء. أيوه حبيبي 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 يا زين السيارة مقفلة يا لبيه سكر القزاز. أيوه شغل مكيف مع مريض مع إنسان مريض أنا مع إنسان مريض لا ما في شيء والله العظيم إنه ما يرتفع ضغطي إلا لما أشوفه ولما يغيب عني أزعل أزعل ليش ضغطي مو مرفوع. خلاص هذا ابتلاء جاني من الله رايحين كذا مشوار. طبعا يا اخوان الداون تاون في دبي مول جميل جدا والطريق له سهل مره وسلس يعني يمكن يبعد عن الفندق حقنا 7 دقائق. يا نصاب يا نصاب ساعتين مضيعين الطريق ورب الكعبه ساعتين قال لك سلس سهل ضيع بس مفرق ضيع مفرق 20 دقيقه يصير الخط يقول لك ذا سهل سلس. والله اني عارف انك تتكلم اقسم اي ولا تكذب على الناس لا تكذب بطل كذب. قال الطريق سلس لا مره مو سلس مره صعب والله مره مفرق لا تضيع مفرق في دبي لا تضيع انتبه تضيع مفرق انتبه ساعتين والله لين وصلنا هنا والمشكله انه احنا جنبه 7 دقائق ورب الكعب 7 دقائق انا مره مكوف خلاص مره عجل ابو علي صورني نفطاك حط بيتين كذا العب وكرك 15 ريال واي 15 بس هاف ريال بس ميبي 2 ريال حبيبي 3 ريال حبيبي انت جالس تشربه عند برج خليفه كم تبغى سعره؟ صح 15 حق الله يحق مكان الموقع لحاله والله الموقع غالي صح حقك استاهل خليه طعم رجع فلوس أسأل صباح الخير على كوكب الأرض كله. أنا كنت بس عايز أقول لكم ده أنا صحيت من النوم عشان لو حد سأل عليا ولا حاجة. صباح الفل وصلنا عيال على نفس محمد. على نفس الموعد وين صلعت خوينا خد صلعتك محمد خلينا نودعها تعال تكفى تعال ودعية كلهم سووا لي هي قبل الزراعة هذه اسمها الودعية بس يا محمد تكفى انتبه تكفى انتبه شت الجبهة من قدام تعال اوريك في الجبهة يا عيال يلا نزلنا الفات صباح الخير لبنى نورتنا وصلنا والله انت اللي منورة شفناك في لندن شفناك في دبي باقي تزورينا السعودية شوف وجهك ها هذا قبل الزراعة هاي وحش جاهز؟ والله وداعية هتدخل للعملية دحين وداعية للصلعة حقتنا يلا والله وداعية تسمح لنا بس نسوي وداعية والله أكلتها قبلك معليش أكلتها قبلك طبعا بعد ما تم التحديد خلاص حيبدأ يزرعوا له من هنا شايفين؟ هذا الحد دكتور ما ينفع ينزل أكثر من كذا؟ لا ما عاد ينفع لانه حسب عضله الجبهه خلاص هيك ممتاز وقياسه من هون لهون 6.5 من هون لهون 7 سنتي كزراعه على شخص بيمتلك صلعه درجه سادسه انك تنزل بخط الشعر اكثر من هيك مش مقبول طبعا حياخذوا الشعر من هنا هذه المنطقه المانحه يشيلوا من هنا ويحطوا هنا ادخل معي في غرفه العمليات خلاص بلا تعال ابغى اشوف الطق تعال ابغى اشوف الطق وقف خل خلك حلو صح؟ لا تركز تحت ركز فوق والله مرة حلو والله دكتور كجو والله حلو الطاقة بدون بس يود السيقان غط السيقان يا ولد أنت إيه صورة بالله بعطيك صورة خليك كذا بس الله طاقم العملية سووا لي الزراعة قبل كم دكتور؟ سنة تقريبا إسراء الله كنت أكرهكم الحين تعبتوني على هذا السرير
الله يسعدكم. احنا عندنا زراعه ما في تعب ابدا، العمليه بنفس اليوم. لا الخوف توتر، لكن والله ما في اي قلق. تمدد هنا عندك التلفزيون، لك الوجبات حق اغراضك تحطها هنا، شغل 10 على 10. شوفوا أول شيء يخدروا المنطقة المانحة عشان يسحبوا منها البصيلات. حاسب شيء يا محمد؟ لا والله أبد. ولا تحس في أي حاجة؟ حاسب شيء أبدا. يخدروا المنطقة بالكامل. طبعا للمعلومية أهم منطقة للزراعة المنطقة المانحة اللي هي من ورا، اللي يسحبوا منها الشعر عشان يحطوه قدام، صح يا دكتور؟ بالضبط، حسب قوة المنطقة المانحة نقدر ناخذ بصيلاتنا. يعني إذا ما عندك الشعر من ورا كويس وقوي ترى الزراعة تفشل. الخطوة الثانية يستخدم هذا الجهاز عشان يطلع البصيلات، شايفين كيف؟ شوفوا كيف البصيلات تطلع مجرد ما إيش يمسكها في هذا الجهاز، شايفين لونها أبيض صغيرة، هذه هي البصيلات. أيوة هذه كده يقول يطلع البصيلات زي كده. الخطوة الثالثة بعد ما يستخدم الجهاز اللي هناك يطلع البصيلة يشيلها بالملقط، شايفين كيف هذه البصيلة؟ ايوه هذه البصيلة تطلع ثلاث شعرات، صح يا دكتور؟ مظبوط، بصيلات الاستاذ محمد ممتازة الحقيقة، ثنائية وثلاثية بمعظمها. ما شاء الله تبارك الله. حاسب شيء حمودي؟ لا. ولا شيء؟ حاسني نفسي انام. شوفوا الحين هذه هي البصيلات اللي طلعوها من شعره، شايفين كيف شكلها؟ هذه يرجعوا يحطوا له هي مرة ثانية في المنطقة اللي ما فيها شعر. يا الله شوفوا كيف شكلها. طبعا كل بصيلة تنبت ثلاث شعرات. رايت شوف، خليني اسوي لك زراعة لحية. لا ما ينفع يود قيدي لابس طقم الدكتور، والله اضبطه. قال طلع الله يرحمه. ترى هذا دكتور كجول، ايش عرفك؟ وين الدكتور كجول؟ ما عنده يسمع الدكتور كجول، سوق امه. شو؟ ما ينفع يا سامر، شوف حتى والله ينفع. ينفع طيب. احترم لبسك مدير الدكتور. والله الحمد لله ما انت دكتور. ايش احترم لبسك؟ يا هذول اللي صلى على محمد الله يا ربي. الله يا رب انك تعينه. الله يا رب انك تعينه. الله يا رب انك تعينه. الله يا رب. هذه الخطوة الأخيرة بعد ما شالوا بصيلات الشعر من وراء، حاليا قاعدين يحطوها قدام، يعني هي حاليا قاعدة تزرعها. شوفوا قاعد تزرع البصيلات. حاسب شيء يا محمد؟ أنا ماني حاسس لدرجة إني رقدت يا ولد، والله ثلاث ساعات راقد. أبشرك أمورك تمام وبترجع جدا كده، بعد شهر يبدأ الشعر يطلع وتتزوج ونستشفر شعرك. ألعب حمودي اسبكت. ابشركم خلص العمليه وطلع من العياد واحنا الحين بالفندق. اشوف ما شاء الله تبارك الله. بالله خلينا نلعب اكس او. خلاص ما عاد في اكس او. تعال خلينا نغسل لك. طبعا لازم كل 5 ساعات بالبخاخ ذا ايه تسقيهم عشان ينبتوا. ترتاح لما ابخ منه صح؟ اي والله. يجلس في البداية حقه. هذا يلعب على الخبرة. ايه في خبرة هنا. خلاص. رب الكعبة قهر. ليه؟ ما عاد ملعب. استهبل سليم.